المقدمات اللي انا حسب فهمي لها انه حتى السيد الصدر يعرف ان هنالك امور خطيره قد تتعدى موضوع التسجيلات الصوتيه، وهنالك حتى تسجيلات فيديويه، ويبدو انه الصدريين على معرفه بذلك، وليست فقط على المالكي وانما على اطراف اخرى وامور اخطر الحقيقه من موضوع التسريب وسباب هنا وشتم هنا لا ابعد او انتقاد هنا. ما قام به المالكي هو استخدم عبارات نابيه ضد المكون السني تحديدا ابتداء، وهذه ما حد شار لها، وضد الحشد وضد الجيش والشرطه صحيح وضد السيد الصدر، لكن ما سوف ياتي هو اخطر حقيقه. تسجيلات فيديويه لقيادات ايضا مهمه. اكيد انت مطلع نعم. عليها استاذ احمد؟ لا والله ما مطلع عليها، بس حسب فهمي هكذا من قراءتي للاحداث انه القوم كلهم ألزموا الصمت. تلاحظ هاي؟ أي. يعني هاي القيادات اللي طار للجعجع ليش سكتوا؟ فبالتأكيد وصلت رسائل مهمة لهم بأنه هنالك أشياء ليست فقط للمالكي وإنما لكم أيضا، وبالتالي هذه الورقة يبدو أنه السيد الصدر سوف يستثمرها سياسيا لا أقول عقائديا، وهذا الاستثمار السياسي راح يرجع. طيب هنا أيضا أيضا السيد المالكي كما كنت تقول ليس رقما سهلا، ويحتكم على كل الأسرار، خلينا نسميه الصندوق الأسود. إذا ما قال فكثير هواي راح يرحون بالرجلين. طلع 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 مفتوح هذا الصندوق الأسود، الصندوق الأسود وطلعت هذا 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 غيظ من فيض. إذا ما تخلوا عنه كيف سيضمنون صمته؟ هذه أسئلة افتراضية. يعني هو المالكي ما عنده فرصة أقول لك إياها بصراحة، البقاء أصبح خطر عليه، الهروب ليس له وجهه، يعني إيران ما أعتقد راح تستقبله لأنه تسبب أزمة كبيرة مع الصدر، سوريا وغيرها من الدول أيضا ليست مرحبة به، إلا إذا ارتكن على مجموعات تحميه كما هو قال عشيرة وما شابه ذلك، وهذه ضعيفة جدا لأن الولاءات في العراق وخصوصا مع السياسيين بها أزمة، الولاءات تشتغل بالفلوس واحيانا حتى الفلوس ياخذوها ويلعنون السياسي. فالمالكي في وضع صعب، صحيح انا قلت لك هو كان رقم ليس سهلا لكن الان اصبح رقما صغيرا حقيقه. ولا لكنه للانصاف للانصاف خلينا نمثل دور الغائب. من يقول حتى هذه اللحظه انه التسريبات حقيقيه، ومن يقول ان السيد المالكي قالها واصبح متهما بين ليله وضحاها؟ نعم سؤال مهم، لان هم عملوا على تخريب القضاء. لو هسه عندنا قضاء، لاحظت مال المحكمه الاتحاديه من صارت محكمه اتحاديه اهم شيء بالنظام السياسي، هم شككوا بها. الان لو في قضاء مع اعتزازنا بالقضاء العراقي والقضاة الشرفاء، لكن هو القضاء كمؤسسه الان السياسيين ما يحترموه، هم يقولوا احنا نضغط عليه، هم يقولون احنا خربنا. فمن يحسم هذا الامر اللي انت سالت عنه جنابك؟ هو القضاء، ان تذهب بهذه التسجيلات وهنالك اجهزه حديثه، وبالتالي لجنة خبراء تتشكل، جنابك تعرف ها، وهذه لجنة الخبراء تكتب تقريرا تقول هذه التسجيلات صحيحة أو غير صحيحة، تحسم المسألة. لكن من يثق؟ هل سوف يثق السيد الصدر وجمهوره بقرار القضاء؟ أقول لك لا. هل سوف يثق المالكي وجمهوره أو من معه بقرار القضاء إذا قال هذه التسجيلات صحيحة؟ أنا أقول لك لا. لذلك هذه الأزمة للأسف ما راح تنحل بالقضاء، لأن هم من عمل على تخريب القضاء. إذن هذه الأزمة بعيدة عن ساحة القضاء، وبالتالي المطالبة بتسليم نور المالكي نفسه إلى القضاء، أنا لو بمكانه هي ليست جناية أو يذهب إلى القضاء، وهو غير يقول على دولة قانون، القانون ما بي واحد كبير وصغير، بوريس يالسن هذا كان رئيس وزراء هسه راح يودوه للقضاء، مو رئيس وزراء بريطانيا، طلع على فضيحة صغيرة، بس دول نحكي وياهم بمبادئ ما يفهموها، المفروض يروح للقضاء، وعندما يروح للقضاء يقدم الأدلة مالته، مو جماعة يصيحون يقولون هاي فيك ديب فيك، هذه تزييف عميق، عندكم أدلة ودوها. لكن هم يخشون مثل ما قلت لك إذا طب للقضاء يجوز تنفتح الملفات الأخرى، تعرف كيف؟ ها ويبدو الجماعة محضريها، يعني الصدريين ينظر لهم أحيانا أنه بسطاء، صحيح هم جمهور بسيط بس عندهم مؤسسات قاعدة تشتغل. الآن أنا عجبني جدا الآن توجيه دعوات إلى التيار الصدري والأنصار الذهاب إلى القضاء وتقديم دعاوى. نعم. حتى هذه اللحظة هو تصرف حضاري،
وهذا الذي نطلبه من سماحة السيد مقتدى الصدر. البلد لا يتحمل أزمة، البلد لا يتحمل دم، هذا الأسلوب الحضاري من خلال هذا بدأ مسلسل المحاسبة اللي كنا نتحدث عنه. البعض كان يقول من يحاسبهم؟ واحد يروح المحكمة لهاي. لا عزيزي، هو المحاسبة البينية، القوم عندما يختلف السراق تنكشف الجريمة. قال تطلع الجرائم كلها، قال تطلع الجرائم. نعم، قال يشوف الشعب العراقي سوى بي، قال يشوف الثروات يطلع. أنا هدي لك أغنية أبو علاوي على الجو، حوبت تعثرك يا خايب. إن شاء الله حوبة العراقيين، حوبة العراقيين ودم العراقيين وحياتك. نعم. أكبر من كل واحد، أكبر من كل دم عراقي، أكبر من كل فاسد. دم العراق أكبر من الفاسدين.